اليوم سعود بوشهري نجح في التراثي، كلنا بنسوي تراثي، وهذه شوفوها. صحيح. أمينة حاف نجح، الكل بيصير كوميدي. صحيح ولا مو صحيح؟ هل قاعد أبالغ أنا سعود؟ لا صحيح. يمكن يقول لك احنا نمشي مع توجه الشارع، شنو يبي؟ ما يصير ما يصير. يعني الناس تبي كذي، احنا بنروح كذي. لا لا ما الناس متذوق. انت من هاي قاعد الناس لا لا اوكي لا لا, لا, لا الجمهور لا لا الجمهور متذوق وما تقص عليه. اليوم قاعد يشوف نتفليكس، قاعد يشوف افلام افاتار، تشوف شو حقق ملايين كل جرافيك. فمعناته انت تعتمد على الايرادات وتعتمد على المشاهدات، مو ايرادات ايضا عمل حقق مشاهدات عاليه. فانا ابي اسوي لا لا على المحتوى. في عندنا مؤلفين اليوم، محمد انور نوجه له تحيه، ولا قاعد جامله صحيح. اول مره يكتب الديرفه كسر الدنيا الرجل. صحيح. الاستاذ حمد الرومي الدكتور، نعم نوجه له تحيه، كان من اول اعماله الى الان ناجح. صح. في مؤلفين بس ابحث اقرا. تعال نوجه، تعال نقول احنا عيبنا. يعني انا مو ضد ابو علي، ابو علي في عندنا ندره صحيح، لكن لازم احنا نبحث. انا اشوف لازم نسوي ابديت. نسوي انا اشوف اليوم الطلب اكثر من العرض. لا لا مو كذي، اقدر انا اسوي ورشه كتابه. اليوم المملكه العربيه السعوديه قاعد يقدمون اعمال ورشه كتاب. يعني انا قاعد اقرا نص، صار لي فتره قاعد اقرا نص، اخترعت استاذه هناء اوجه لها تحيه من المملكه العربيه السعوديه، ناس مثقفين، ناس تكتب. لأن اليوم أنا ذائقتي غير ذائقتك، غير ذائقة الأستاذ حمد، غير أبو علي. كل واحد فكر. أجيب وياي العنصر النسائي أيضا، أشوف وجهة نظري من المرأة، وجهة نظر المرأة. صحيح. أنا اليوم كاتب يكتب 30 حلقة، وهذه مصيبة. في يصير عندنا لونجير، يصير عندنا ملل، يصير عندنا، لأن أول 5 حلقات حلوة بعدين الحلقات الكتاب.